السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم من أراد أن يطلع على علم الضمائر ويدرك ما يضمره الآخرون، يعني إذا أردت أن تعرف ماذا يقوله الآخرون بالدارجة المغربية، إذا بغيت تعرف اسمو كيقولو الآخرين أو اسمو يهضروا عليك الاخرين، اي حاجه يقولها عليك شي واحد قد تسمعها، هذا كيتسمى بالكشف السمعي. كتبقى تسمع بالودنين نتاعك، الودنين نتاعك كتبقى تسمع بهم، وهاد الطريقه هذه من المجربات ماشي الانس، حتى الجن الا هضروا عليك كتسمعهم. مثلا نعطيك مثال ثلاث نساء يتكلمون أو رجال يتكلمون أو رجال يتكلمون أو نساء يتكلمون على الشخص، فذلك الكلام الذي قالوه يتسجل ويأتيك إلى الأذن وتسمعه. هذه من المجربات، يعني أنا مجرب هذه الأشياء، يعني ليس أقول لك يعني شيئا فارغ أو تحسب أن هذا فراغ، ولا إذا تبعت الطريق ستبدأ تسمع كل شيء وتسمع كل من يتكلم عليك، ويأتيك الخبر عن بعد، ويأتيك الأخبار، يسمى بسرق الأخبار، يعني تسمع الأخبار من كل منطقة، يعني كل من ينطق اسمك على فمه فأنت تسمعه بإذن الله، بإذن الله. تذكر الطريق، كل الطرق التي نطرح في اليوتيوب يجب أن تكون عندك نية التعبد إلى الله، التعبد إلى الله والتقرب إليه. ذكر اسم الله يا باطن، تذكر الله يا باطن يا باطن يا باطن 62 مرة في اليوم فقط. إذا لم تستطع أن تقول بعدد كبير 62 مرة يوميا يا باطن يا باطن، سيفتح لك علم الباطن. وهذه الطريقة ليس فقط لسمع الناس، في عوالم أخرى ستطلع عليها، عوالم أخرى ربما لم تكن تعرفها أنت في حياتك، ولا تتخيل أنك ستطلع على هذه العوالم إذا تبعت الطريق. أما إذا أردت أن تقول بالعدد الكبير اسم الله الباطن، وهو 1913 يوميا يا باطن، تطلع على جميع العلوم وجميع الأخبار، وكل من يذكر اسمك ستسمعه يتكلم عليك، تسمع الأخبار عن بعد وعن قرب، تأتيك الأخبار كمثلا سأعطيك كالهاتف النقال، كأنك يأتيك اتصال بهاتف نقال أو تسجيل أو ترى التلفاز كهذا الشيء. يعني نحن عندنا كل شيء في القرآن وفي الأذكار، ما يجب عليك إلا تطبيق وعقد النية. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، ومع السلامة.